أطفال بملامح وجه مميزة وفريدة ومهارات اجتماعية مرتفعة وملحوظة، مع صعوبة في التعلم وتأخر عقلي بسيط إلى متوسط. أطفال يحبون الموسيقى ويعبرون عن أنفسهم بالكلام بسهولة، ولكن في نفس الوقت لديهم مشكلة في المهام المرئية المكانية مثل الرسم وتجميع الألغاز. كذلك لديهم مشكلات في التعامل مع الأرقام. لديهم كذلك بعض المشكلات الصحية مثل مشكلات القلب والكلى وارتفاع ضغط الدم. أتحدث عن أطفال متلازمة ويليام. تظهر بعض أعراض ويليام منذ الطفولة المبكرة، ولكن الأعراض تكون أكثر وضوحاً كلما كبر الطفل. فهناك الوزن الصغير عند الولادة، هناك أيضاً ضعف في عضلات الجسم، وهناك الملامح المميزة للوجه مثل الفم الواسع، الشفاه الممتلئة، الأنف الصغير المرفوع لأعلى، وأيضا الأسنان التي تكون صغيرة وبعيدة عن بعضها عند بداية ظهورها. نجد أيضا مغصا شديدا ومشكلات في الرضاعة، وذلك يعود إلى ارتفاع نسبة الكالسيوم في الدم. وتكون هناك أعراض لمتلازمة ويليام عند الأطفال، فهناك صعوبات في التعلم خاصة فيما يخص التعلم المكاني وتعلم الأرقام. هناك اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. هناك الاجتماعية الزائدة وعدم الخوف من الغرباء. أيضا نجد مشكلات القلب والأوعية الدموية خاصة الشريان الأبهر. مشكلات أيضا تكون في الكلى وفي النظر. كما تستمر أعراض الطفولة بالنسبة لمتلازمة ويليام عند الأطفال، وقد يتحسن بعضها قليلا وقد تسوء أعراض أخرى تبعا لما يتلقاه الطفل المريض من رعاية واهتمام. فكثير من المصابين بهذه المتلازمة تكون لديهم أعراضا مصحوبة بالرهاب من شيء ما أو أعراض مرض القلق. بالنسبة لتشخيص متلازمة ويليام، فهي تشخص منذ الطفولة عن طريق ظهور الأعراض والصفات الجسدية عن المريض. فيطلب الطبيب ما يلي: تحليل نسبة الكالسيوم في الدم، وذلك لمعرفة ما إذا كان الكالسيوم في دم طفلك مرتفعاً. فحص القلب، وذلك عن طريق مخطط صدى القلب الإيكو. فحص الكليتين عن طريق الأشعة فوق الصوتية. فحص الحمض النووي عن طريق اختبار فيش. هذا الاختبار هو الوحيد المؤكد لإصابة الطفل بهذه المتلازمة.
أما بالنسبة لعلاج متلازمة ويليام، ليس هناك علاج لهذه المتلازمة، ولكن هناك بعض الإجراءات التي يمكن أن تساهم في تحسين بعض الأعراض عند الطفل، كالالتزام بنظام غذائي خاص خال من فيتامين د أو يحتوي على كميات قليلة منه لكي تحدي من مستوى الكالسيوم في الدم. عالجي مشكلات الأسنان عند طفلك لدى طبيب أسنان متخصص. استشارة طبيب قلب وطبيب كلى دورياً لكي يصف العلاج المناسب لمشكلات القلب والكلى عند طفلك. استشيري متخصصاً في العلاج الطبيعي لعلاج تأخر الحركة عند الطفل، كما يلزمك إلحاق طفلك بمؤسسة تعليمية خاصة للذين يعانون من صعوبات تعليمية. بعدما تعرفت عزيزتي الأم إلى أعراض طفلك الذي يعاني من متلازمة ويليام وأسبابها وطرق التعامل معها، اعلمي أيضا أن طفلك المصاب بهذه المتلازمة لديه هبات فريدة كالاجتماعية الواضحة، الحب الغير المشروط، حب العناق، حب الغناء والموسيقى، وعند التدخل المبكر في حالته قد تصلين إلى نتائج ممتازة.
ثم يهبك الله شخصا يعيد إليك بهجة الفؤاد، شخصا يشبه النعيم، يشاركك أدق تفاصيلك. بعض النعم تأتي على هيئة بشر، وأنت كل نعم الله لي. اللهم إن كنت ابتليتني لأعرف ضعفي وعجزي وقلة حيلتي فقد عرفت فاغفر، وإن كنت ابتليتني لمعصية فعلتها وأنا عن أمرك غافل أو فيه متهاون فإن رحمتك وسعت كل شيء.